مساء الخير على حضراتكم، ويا رب تكونوا بكل خير وسلام. ونبدأ كلامنا بتهنئة أقباط مصر المسيحيين بعيد الميلاد. أيوة، تهنئة محبة من قبطية مسلمة مدركة لمعاني الأخوة بين البشر والحرية في العقيدة اللي منحها ربي للعالم كله. واحتفظ لنفسه أو احتفظ لنفسه بس بمحاسبة الخلق على انتماءاتهم، فتكون العلاقة بينك وبين ربك شأن خاص، لا شأن الحقيقة شديد الخصوصية أكتر. مش من حق حد أيا كان التدخل فيه، وتكون علاقتك بالبشر كإنسان متحددة بسؤال واحد بس: أنت إنسان كويس ولا إنسان وحش؟ فاسد بتسيء لغيرك وبتعتدي عليه، ولا صالح عارف حدودك ومش بتعديها؟ هو ده السؤال اللي بيفرق، زي أم خان معلمته لما قال المسلمين أحسن من السيخ، واتفرج على قيمة هي الدين بعينه. أنت إنسان وبس. मना किया था ना बाहर जाने को, चलो अब खाना खाने। हराम खोर ये सब के सब, गोली मार देनी चाहिए एक एक को, एक एक को। हराम खोर ये सब के सब। क्या कहा तूने? हराम खोर ये सब के सब, कहाँ से सुना? गोली मार देनी चाहिए एक चुप कर। हराम खोर ये सब, चुप कर रिजू, मैं कह रही चुप कर। ये देख, ये तू है रिजवान। कौन? रिजवान। हाँ, और ये वो है जिसके हाथ में डंडा है और तुझे मार रहा है। बुरी बात है। हाँ, बुरी मारना बात है। बुरा है। और ये फिर से तू है रिजवान, और ये वो है जिसके हाथ में लॉलीपॉप है और तुझे दे रहा है। लॉलीपॉप मीठी होती है। हाँ। अच्छा, गुड बॉय। गुड बॉय। अब देख, बता इनमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन? दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। शाबाश। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान हैं। अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं, और बुरे जो बुरा। बस यही फर्क है इंसानों में, और कोई नहीं। समझा? क्या समझा बता, बता ना। अच्छे इंसान और बुरे इंसान, और कोई फर्क नहीं। अम्मी का वो सबक शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता था। ده العلام يا سيد الحقيقة، وهكذا زي الست أم خان ما قالت: الحياة الحقيقة البني آدم فيها إما طيب أو شرير، فاسد أو صالح، بمنطق البشر، بمنطق الرب، لأننا ببساطة مش ربنا، إحنا عباد الله ماشيين على الأرض، ويوم ما يحاسبك هيحاسبك لوحدك على فعلك الطيب أو الشرير في الحياة. المهم أنت تحدد عايز إيه وهتختار إيه، وتأثيرك في محيطك يكون إيه. واشرح لك كلامي وقصدي أكتر. الصورتين دول بص فيهم كويس. الأولى لدكتورة مروة الشربيني، صيدلانية مصرية اتقتلت في محكمة ولاية دريسدن الألمانية في سنة 2009 على إيد ألماني مسيحي قال لها يا إسلامية يا إرهابية، وهي بتمرجح ابنها في جنينة قدام بيتها. والصورة الثانية للطفلة ماجي مؤمن اللي توفيت متأثرة بجروحها بعد إصابتها في حادث الكنيسة البطرسية في القاهرة من 3 أسابيع، واللي نفذ جريمتها مصري مسلم. افتكر إنه كده بيعمل اللي ربنا أمره بيه. مروة وماجي اتنين من مصر، قتلهم إرهاب وتطرف باسم الدين. طيب بص معايا بقى على الصورتين دول كده، وفكر معايا في الكلام تاني يمكن تفهم. بص كويس في الصورتين، هتلاقي الرابط ما بينهم الغل والفهم الخاطئ للدين والحياة من أساسها، لأن الأساس في الاتنين غلط، والتعليم اللي أخدوه الاتنين غلط، والحياة اللي عاشوها الاتنين غلط. أحكي لك عن الصورة اللي على الشمال
لأليكس فينز، وأقول لك ألماني اتولد وعاش وخدم في ولايات ألمانيا الشرقية قبل الوحدة، اتعلم في ظل حكم السيطرة على العقول والفهم الخاطئ للدين وعدم قبول الآخر، وبعد وحدة ألمانيا ما عرفش يدوب وسط الحياة الجديدة لأن الأساس مش صح، ففضل عايش على المعونة اللي بتقدمها لي الحكومة ومش بتكفيه ومش بيسعى إنه يلاقي شغل، مش لأن مروة واللي زيها أخدوا مكانه زي ما يعني قال لها بشهادة الشهود الألمان في الجنينة وهي بتمرجح ابنها، لا الحقيقة لكن لأنه كان عاطل مش عايز يشتغل، عاطل الفكر والروح والعمل، وأسهل شيء يكره الآخر المختلف عنه ويحمله سبب تعاسته في الحياة. الصورة الثانية بقى دي محمود شفيق، نفس الطالب الجامعي في تعليم الحقيقة منورش عقله، من أسرة بسيطة في واحدة من قرى مركز سنورس في الفيوم، انتمى لجماعة إرهابية أهم مبادئها السيطرة على العقل والفكر مهما كان، وممنوع تجادل أو تناقش، تنفذ بس وتتمرن على قتل الناس علشان تروح الجنة مع الحور العين زي ما عرضنا لكم الأسبوع اللي فات. محمود شفيق هو كمان إرهابي زي أليكس فينز، بصوا على الصورتين تلاقوا الصورتين زي بعض، فيهم ملامح الحقيقة الغل، فيهم ملامح السواد، فيهم ملامح الإرهاب، فيهم ملامح التعليم اللي غاب والتربية اللي ما كانتش موجودة وفكرة قبول الآخر أيا كان الآخر، وفكرة استخدام الدين علشان أنا هقضي عليك. الاتنين قتلوا أرواح بريئة ما عملتش حاجة في الحياة إلا إنها كانت بتسعى بحب فيها تغيرها أو تدي الحب لناس حواليها، ومكافحة اللي زي الاتنين دول واجبة، وسلاح المكافحة مش بس السجن المشدد أو القتل، لأن ده مكافحة إرهابيين مش مكافحة إرهاب. مكافحة الاتنين دول وفكرهم تتحقق بالتعليم زي الست أم خان كده، والعدالة والإعلام والفن والثقافة والتربية والأخلاق والتشغيل كمان. محتاجين غسل أرواح وعقول وضماير، محتاجين ناس تربي وتعلم وتفهم وتثقف صح، محتاجين بنى البني آدم بوسطية حقيقية لا إفراط ولا تفريط. بمعنى إن في أوروبا والدول المتقدمة نماذج كتير لأليكس والمحمود بدعوى الحرية المفرطة في الفهم والاعتقاد، ودول اللي بيبوظوا الدنيا وسايبينهم تحت اسم الحرية، بدليل الناس اللي رافضة الحقيقة أوروبا إعادتهم لدولهم زي مصر، في من رؤوس الإرهاب أوروبا رافضة ترجعهم لمصر تاني. وفي بلادنا كمان نماذج كتير من محمود وأليكس برضو، لكن مش بسبب الحرية المفرطة، لكن بسبب الفهم الخاطئ للدين والتدين الظاهري وتراجع التعليم وانحدار الثقافة والفنون والارتقاء بالناس وتوعيتهم. يعني فتاوى السلفية الجهلة بالفهم الحقيقي للدين وفتاوى الإخوان وكل جماعات التكفير المنتشرة مش هيعالجها القبض عليهم بعد ما يعملوا مصيبتهم في الحياة، ولا هيعالجها سيبانهم مطلوقين علينا في المجتمع بإرهاب فكرهم لمجرد انهم ما ارتكبوش فعل القتل او الارهاب اللي بيعملوه، ويفاجئنا كل مره ونقول ازاي ده حصل، لانهم بيمارسوا ارهاب الفكر والسلوك. لكن يعالجوا دوله القانون بحق، وتنفيذ العداله بحق، ودوله العلم والتشغيل والارتقاء بالبشر بحق. لا عايزين أليكس ولا عايزين محمود ولا عايزين ضحايا ابرياء يدفعوا ثمن الجهل والتطرف وقله الوعي. ومن النقطه دي نروح لفيلم جريء بيسألك السؤال المهم للغاية، تعرف انت مين بجد وبحقيقي؟ يعني انت عارف انت مين وجيت منين في الحياة، عارف قرايبك مين، عارف جذورك ايه، فاهم وجودك وخلقك. من آية ربي الكريمة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاهم؟ كلنا جينا من جين الحقيقة واحد، من أم واحدة، من أب واحد. فاهم إن ربنا خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف، وللفهم إن أكرمنا عند ربنا أتقانا. ما قالش الحقيقة أكثركم إيمانا ولا أكثركم إسلاما ولا أعمقكم في المسيحية ولا أكثركم يهودية. أيوة كلنا من أب واحد وأم واحدة، وأكرمنا أتقانا.
proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. What, are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, you know, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back, and back, and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. We spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and yeah. Wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English? No, I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa. No. No. Caucasus? Which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. You saw these results on mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as, like, extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as, like, a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. Mm. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Mm-mm. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's up? Why don't you come down here and meet your cousin? I did no idea. This is like, my heart's pounding right now. I swear to God. I'm Jay from everywhere, but I've reached this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Hell yeah. Det
يعني هشرحه بسرعة للناس اللي هي ممكن تكون ما أخدتش بالها من الترجمة. الفيديو ده بيتكلم، الفيلم ده مجموعة زي ما حضراتكم شفتها كده، وبيتكلم على الدي ان ايه وتحليله. فهو سألوا كل واحد ايه الناس اللي انت او الجنسيات او الشعوب اللي انت ما بتحبهاش، اللي قال انا ما بحبش الألمان، اللي قال ما بحبش الأتراك، اللي قال ما بحبش العرب، يعني وهكذا السود، كل واحد قال اللي يخصه. لكن هم اعتمدوا على تحليل الجينات علشان يعرفوا الجينات، هي الدي ان ايه بيبقى 50% عند حضرتك او عند اي انسان تنتمي للاب، و50% الحقيقه تنتمي للام، والام والام والاب وهكذا. فهم حللوا ده، وكل واحد اكتشف في النهايه ان هو فيه الحقيقه يعني جينات ممتده لعده دول، اللي هي مثلا 5% 10% من 5% من بريطانيا، او 10% من المانيا، و30% من بريطانيا وهكذا. جيناتك يا محترم ممكن تخلي جذورك مع ناس او شعب او طائفه انت بتقول انك احسن منهم، فتبقى انت محتاج انك تقف وتقول فول ستوب. كفايه تاخد الحقيقه مكان ربنا يا اخي، وحط نفسك الحقيقه في مكانها وحجمها الطبيعي. نفس بشريه بتغلط وبتعمل حاجات صح، وبتسعى تلتزم بالقانون في الحياة وتنتج وتسيب أثر طيب في اللي حواليها. ولو ما عرفتش تغير الحياة فكفاية أنها تغير نفسها للأحسن. الحقيقة ده النفس، بطل تحكم على الناس وتقول ده مؤمن وده كافر، مش من حقك ولا من مكانك. بطل تدي للناس سكوك الغفران، ده رايح الجنة وده رايح النار. خليك في نفسك أنت، اشتغل عليها بس، ما تشتغلش على الناس. خليك زي الست أم خان، وافتكر شرحها للبني آدم نوعين ملهمش تالت، يا طيب يا شرير، يا فاسد يا صالح. خليك صالح وكفاية تصنيف. الفيلم ده ممكن يكون الحقيقة له رسالة أبعد من الجين. أيوة أنا مدركة ده كويس قوي، مدركة إزاي إن هم فكرة العولمة وإن كلنا واحد ربما، لكن أنا حبيت أعرضه لحضراتكم فقط علشان تدركوا حجمنا في الحياة. مش عايزة أقول إحنا أقل من نملة، أقل من حشرة، لأننا بني أدمين خلقنا في أحسن تقويم، لكن عايزة أقول إننا كلنا عباد ربنا، ملناش أي حاجة في نفسنا، أضعف من الضعف. مش من حقي أقولك أنت كافر، ومش من حقي أقولك أنت مؤمن، ومش من حقك تستخدم الدين للسيطرة عليا، ومش من حقك أنك تستخدم الدين علشان تاخد مكانة أعلى، أو علشان تفتكر أن أنت في مكانة الله تحكم على ده يخش الجنة وتحكم على ده يخش النار. إحنا ولا حاجة، أنا على باب الله بعامل الناس طيب وشرير، وبعامل الناس الحقيقة فاسد أو صالح، بحكمك بالمنطق البشري مش بالمنطق الرباني. أما أنت لو عايز تحاكمني بمنطق ربنا فالحقيقة بيني وبينك القانون، وبيني وبينك يوم العرض عليه إن أنا مش مسامحاك. فيبقى أليكس زي محمود بالظبط، اوعوا تخلوا الدين ستار لإرهاب الفكر والعقول. يا ريت الرسالة تكون وصلت. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل. وافتكر كلنا من أب واحد.